كنا غاية مع بعضنا نتوالف وشفتي حدايا ما ضنيت أنا نتفارق وكنتي معايا لا تقدر بي يا أنا مغروب قلبي مجروح وشوفي الدنيا طارت عليك قولي لي واش ربحنا خسارة حبك تني وانتي في محنة منك مضرور قلبي مجروح يا أنا بلاتني المجاداتني وخلات لي القلب معبي وانا حاب نشوف وينو زهري خليت لأمي ما تبكي يا أنا خليت لأمي ما تبكي يا أنا بلاتني المجاداتني وخلات لي القلب معبي وانا حاب نشوف وينو زهري السلام عليكم مرحبا بكم في عرب ميوزيك كوفر معكم انيس واليوم الاغنيه اللي اختاريت هي هذه ديال الغربه ديال موكسايب دونك كما ديما نبداو بالبروغريسيون ديال لي زاكور هنا عندنا نفس لي زاكور غير في كاين واحد الشانجمون ملي تيبدا في هذيك ديال كنا غايه مع بعضنا نتوالفو هنا شنو تيدير تي عندنا لا مينور قبل بعدا هو لعبه هنايا في لا مينور نورمال غير انايا بالنسبه لا فوا جاتني طالعه بزاف دونك طلعتها حتى لغي مينور داكور دونك نتوما الا جاتكم مزيانه في لا مينور عادي تلعبوا هنايا لا من بعدها فيها سول فا واخا دونك كما قلنا البرومي اكور عندنا لا مينور واخا دوزيام اكور سول فا ماجور ومن بعدها غي مينور مي ماجور سا فادير كنا غاية ما بعدنا نتوالفو شفتي حدايا ما ضنيت انا نتفارقو كنتي معايا عطيتك قلبي انا مغروم قلبي مجروح واخا دونك هادي لا بارتي الاولى عاد من بعدها عاوتاني تيقول ديك شوفي الدنيا دارت عليك وقولي لي نفس الشيء واخا من بعدها تجي الرفران دونك الرفران الرفران عندنا البرومي اكور هو باردون لا مينور من موراها سول ماجور من موراها فا ماجور من موراها غي مينور مي ماجور غي هنايا تيعاود
بحال لا بروميير بارتي غير هي تيعاود جوج خطرات هذا غي مي غي مي واخا صافي عاوتاني من بعد عاوتاني تيرجع عاوتاني ديال ديك المقطع اللي تيقول ديك سمحتي فيا ما سمعت كلام الناس انا عملت فيك نيه هذه كما المقطع كما لا بارتي الاولانيه اللي شفنا واخا تترجع عاوتاني الرفرة من بعد عاوتاني تجي ديك داتني الغربة داتني خلات لي القلب معبي هنا تتجي عندنا نفس اللي تيدير في الرفرة هي اللي تيدير هنا يا سافو دير لا مينور سول ماجور فا ماجور ري مينور مي مينور تي مي ماجور باردون عاوتاني ري مينور مي ماجور سافو دير داتني الغربة داتني خلات لي القلب معبي داتني الغربة داتني داتني الغربة داتني خلات لي القلب معبي دونك هذه الأغنية ما فيها شي حاجة صعيبة واخا تنتمنى انه يكون عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وبارطاجي تابوناو في لاشين فعلوا هذاك الجرس باش ديما يبقوا يوصلكم الجديد ونشوفوا ان شاء الله في فيديو اخر يلا بسلام عليكم.